ناس في الدنيا، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في افضل حال. وانت بتشوف الفيديو النهارده، النهارده كان ان شاء الله هشارك معاكم طريقه خبز البطبوط معمر بحشوه التونه من اول قطمه، هتموتوا في غرامه. تعالوا مع بعض كده الاول نشوف مكونات الخبز ونعجنه، وعلى ما هو يخمر نشتغل بقى في الحشوه بامر الله. مكونات الخبز معايا هنا 5 كوبايات من الدقيق الابيض، ممكن تقسم المقدار نص دقيق ابيض ونص دقيق سميد، ممكن تقسم المقدار برده يبقى نص دقيق ابيض ونص دقيق اللي هو دقيق القمح والدقيق الاسمر. عندي هنا 3 معالق كبار من الحليب البودر، لو مش موجوده عندك او مش حابه ان انت تعجني بيه اعجني بحليب سائل. انا هنا عشان هعجن بميه استخدمت حليب بودر، ممكن لو مش موجود عندك لحليب سائل ولا حليب بودر اعجني بميه عادي خالص. عندي هنا 1 معلقة كبيرة من الخميره او باكو خميره زي ده، عندي 1 معلقة كبيرة كده من السكر، 1 معلقة صغيرة من الملح، عندي 2 معلقة كبار من الزيت، الزيت النباتي، عندي كمان ميه للعجن دي كوبايه، ولسه هستخدم كوبايه ثانيه. على طول هنزل كده بالحليب البودر، هننزل كمان كده بالملح. طبعا احنا عشان في الشتاء لازم نعمل نضيف الخميره مع السكر والميه الدافئه في بوله كده صغيره. هنزل كده بالخميره 1 معلقة كبيرة من الخميره، هنزل كده بمعلقه السكر الكبيره، شويه ميه كده دافيين، نقلب بقى الكلام ده واسيبه بقى كده على جنب لحد ما يتفاعلوا مع بعض. الخميره تفاعلت بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده اهو، هنزل بها كده على المكونات الجافه بتاعتي بعد ما اقلبها. طبعا هنزل بقى كده بالخميره، هنزل بقى بالزيت، ونعجن بقى الكلام ده كله بالميه. طبعا نسمي الله قبل اي حاجه يا جماعه. هنزل بالكوبايه دي كلها كده اهو، وبعد كده اجيب بقى الكوبايه الثانيه وتنزلي بيها تدريجي. عجنت العجينه بتاعتي وده بقى قوامها، شايفين يكون فيها نسبه تلزقه بسيطه خالص. هسيبها كده ترتاح لمده ساعه، هغطيها دلوقتي. طبعا انا عجنت العجينه 2 كوباية إلا ربع من الميه، يعني لسه معايا 1/4 كوباية ميه اهي. الكوبايه الثانيه دي انتوا بتنزلوا بيها تدريجي لحد ما العجينه تلم معاكم، وعايزين القوام بتاعنا يوصل للي انتوا شايفينه قدامكم ده، تكون العجينه بتاعتنا طريه وفيها تلزقه بسيطه خالص. نغطيها بقى واسيبها تخمر لمده ساعه. رشه زيت كده بسيطه بس عشان الكيس طبعا ما يلزقش عليها، وعلشان تخمر بسرعه طبعا، وهي ما تلزقش في الطبق، فاهميني؟ الحشوه بتاعتنا بقى عباره عن تونه، دي 4 علب من التونه القطع. انا بفضل التونه بتاعتنا تكون تونه قطع، ولو التونه بتاعتك منقوعه في ميه هتصفي نسبه الميه اللي موجوده جواها، لو منقوعه في زيت برضه هتصفي الزيت بس هتسيبي فيه ايه يعني تقريبا معلقه كده. لو منقوعه في ميه طبعا هنضيف 2 معالق زيت كبيره، انا هنا هضيف 2 معالق زيت كبيره. عندي بقى هنا الخضار اللي انا هضيفه كده في السلطه بتاعتنا دي، عندي هنا حبايه بصل هقطعها دلوقتي مكعبات، جزر حبايه واحده، حبايه كده من الفلفل الحلو او الحر، الكرات اخده بس كده الراس بتاعته، عندي كده واحده بس كده من البقدونس، الملفوف او الكرنب الابيض، او ممكن لو عندك الاحمر ضيفيه برده مفيش فيها اي حاجه، ممكن تستخدمي الخس برده. عندي هنا خيار نص حبايه بس، وعندي حبتين كده من الطماطم 2 حبايه كبيره، هنستخدم اللحم مش عاوزين البذور ولا الميه بتاعه الطماطم. عندي كمان هنا كزبره وشبت، يعني حاجه بسيطه كده حفنه بس كده بسيطه، ممكن تستخدمي البقدونس بس او كزبره وشبت بس زي ما تحبوا يعني او الموجود عندي. عندي هنا المايونيز ده مايونيز بيتي، وعندي طبعا الليمون عصير ليمون او خل، وعندي كمان يعني كده كام حبايه كده من الزيتون هقطعهم مع الكلام ده. بس دي كده كل مكونات الحشوه، هقطع بقى الكلام دلوقتي ونجهز مع بعض الحشوه. قطعت كده كل الخضار، هنزل كمان بالكزبره كده والشبت، هنزل بالليمون، ولو حابين بقى تضيفوا ملح ضيفوا. هنلم كل الكلام ده بالمايونيز، ننزل بكده الاول كده بالتونه، هنزل بقطع التونه مش عايزه ميه خالص، ونضيف كمان 2 معالق زيت، ولو حبيت تضيفوا ملح ضيفوا، بس الاول قلبوا ودوقوا الاول. انا مش عايزه ميه خالص في الليل، انا مصفيها اصلا يعني. بس ننزل بقى كده بالمايونيز، شايفين قوام المايونيز ما شاء الله احسن من الجاهز 1000 مره، ونلم بقى الكلام ده كله بالمايونيز. هضيف بس كده جزء بسيط كده من الملح، يعني نص معلقه صغيره، 1 معلقة زيت، ونقلب بقى الكلام ده ايه تاني 1 معلقة كبيرة كده الزيت ده لو التونه منقوعه في ميه خلاص، ونقلب بقى الكلام ده كله. ما تحاولوش ان انتوا تهرسوا التونه قوي يعني، يعني خليها ايه شايفين القطع، قطعه التونه يعني تكون كده، عشان كده انا بحب فيها التونه اللي هي القطع ما بحبش اللي هي الثانيه. شايفين العجينه بتاعتنا ما شاء الله اختمرت وبقت عامله ازاي، شايفين عجينه جميله جدا.
افردها كده على الرخامه، عندي كده رشه دقيق كده على الرخامه اهو، وانزل العجينه الجميله بتاعتنا دي. العجينه ما شاء الله جميله قوي اهو. هحاول بقى ان انا افردها واقطعها بالقطعه دي. اي حاجه عندك مدوره كده تقطعيها نفس الاسلوب كده او اصغر من كده. ده كده الخبز اهو، انا فردت كده على دقيق الاول، وبعد كده غطيته بفوطه، وبعد كده الطبقه الثانيه عملتها كده ايه على الفوطه نفسها وغطيته. وطبعا اللي اختمر جبته هنا حطيته على صينيه مش فارده فيها، مش دهناها زيت ولا اي حاجه، بس حطيت كده الخبز اللي اختمر نفسه على الصينيه وهدخله الفرن. وهعمل برده معاكم جزء على في طاسه كده على النار عشان يبقى قدامكم الطريقتين. خلاص هدخل ده بقى الفرن، الفرن بتاعي طبعا سخن درجه حراره عاليه، وهدخل الخبز بتاعي في نص الفرن على الشبكه كده في النص. خلاص ياخد لون كده من تحت، اديله كده برده لون ذهبي كده من فوق وخلاص واطلعه. حطيت كده الطاسه على النار، لازم الطاسه بتاعتي تكون سخنه جدا. طبعا مش هدهنها اي حاجه، هنزل كده برغيف العيش. طبعا رغيف العيش لازم يكون قاعد 10 دقائق بعد ما احنا فردناه. طبعا حراره النار تحت الطاسه كده تكون متوسطه يعني او اقل من المتوسطه. فاهميني؟ بس وهكذا كده لحد ما العيش ياخد لون كده من تحت، هتقلبيه الجنب الثاني وهكذا لحد ما تخلص كل الكميه اللي عندك. كده خبز البطبوط اهو بعد ما فتحته، شايفين يعني ما فيش ولا واحده لازقه في بعضها كده، كلهم بيتفتحوا سواء بقى في الطاسه او في الفرن اهو. بس انا شايفه اللي في الفرن اطرم، اللي في الطاسه، اللي في الطاسه يطلع تحطيه تغطيه على فوطه. شايفين كلهم والله العظيم احلى من بعض، يعني اللي اخدين لون دول هما اللي كانوا في الطاسه. شايفين حتى لو ما اتنفختش معاكي بجد تحفه. جربوا العيش بقى بالطريقه دي، جميل قوي قوي. هو نفس العيش بتاع الحواوشي بتاعنا او نفس العيش اللي احنا بنعمله، بس عيش الحواوشي احنا بنسويه نص تسويه، يعني ده نفس الطريقه بتاعتي في عيش الحواوشي، بس انا سويه ده تسويه كامله يعتبر يعني اهو. شايفين؟ شايفين من جوه بجد كله جميل اهو. تعالوا بقى ايه نحشيه بقى مع بعض، الحشوه بتاعتنا الجميله اللي احنا عملناها مع بعض دي. شايفين قد ايه حشوه جميله، طعمها خرافه. عايزاكم بقى كده تجربوا السندوتشات دي تحفه. طبعا ممكن نضيف كمان ذره معلب، بيبقى جميل قوي قوي. يعني انا لما اكلته وهو كان فيه ذره معلب بجد طعمه جميل جدا جدا. بس كده تعالوا مع بعض كده ايه نحشيه. هحشي معاكم كده واحدة كبيرة عشان تبقوا شايفين ايه الكلام ده اهو. وبتقدميه بقى كده على صينية وبألف هنا وعافية. طبعا لو عندك الجهاز بتاع السندوتشات ممكن تديله ايه صدمتين كده في الجهاز ده وتقدميه بالشكل ده كده. شايفين خبز البطبوط معمر بحشوة التونة الجميلة اللذيذة دي. يلا كده هكمل كل الكمية بقى وارجع لكم تاني بإذن الله. ده كده خبز البطبوط، شايفين ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. الخبز نفسه ما شاء الله جميل، والحشوه نفسها تحفه، يعني من اول قطمه هتموتوا في غرام الساندوتش ده بجد جميل جدا جدا. شايفين العيش طري، ولو انتوا حابين يعني تقرمشوه او تديله تحميصه كده اعملوا زي ما انا عملت بالشكل ده كده، بجد جميل قوي قوي. الحشوه جميله ولذيذه، والاحجام اللي انتوا عايزين تعملوها اعملوها براحتكم خالص. اتمنى كده الفيديو طبعا يعجبكم، لو عجبكم طبعا الفيديو ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب طبعا للقناه. يلا في أمان الله. شايفين؟ فظيع.